وحاجات كتير ما كانتش ناس متوقعاها حصلت فجأة. هل حضرتك كنت بتتوقع يا كابتن إن ريني فايلر يرحل عن الأهلي؟ الحقيقة لا، يعني انا ما كنتش عارف حكاية شكل العقد كمان اللي هو موجود، ما كانش ظاهر لينا كلنا، ولا بالنسبة لكارديرون برضو نفس الحكاية. ان والاصعب كانت كارديرون ان هو كان مش كويس قوي، يعني ما كانت حكاية. والتاني واخد الدوري بفارق شاسع من البتاع، عنده بقى الناس دي بيجي لها لما بتيجي نادي الزمالك او بتيجي نادي الاهلي، اسم بينور قوي وبيسمع في الدنيا كلها، و بيحصل عليها طلبات. هل الطلبات دي حصلت من وسط مصر؟ يعني دول عايزين انديه في مصر هي اللي عايزه الاثنين دول، او انديه قريبه مننا في الاقطار الشقيقه زي السعوديه مثلا، زي الامارات، زي الحته دي. هو مجال مفتوح للشكل الاحترافي يعني الحقيقه، فان هم يحاولوا يستغلوا حكايه الكورونا، ان الاسره بتقول كذا انا لازم اشوف اسرتي، انا هنا مش مبسوطه، ده كله مطروح وكل ده ليجل يعني، لكن مش مبرر حقيقي. انما التايم نفسه انك انت في سيمي فاينل لافريقيا وانت تعمل مجد كبير قوي لنفسك، وانت تعتبر الاهلي والزمالك هم المرشحين الاول، مش هقول لك نفس التدعيمات اللي بتتعمل للوداد، ويعني الترشيحات ومحاوله تعويضهم السنه اللي فاتت، انما هم كانوا في نعمه كبيره جدا الحقيقه. صحيح، اعتقد هم اللي هيحسوا بده بعد ما يمشوا. طيب انا هرجع لحضرتك مره تانية، واذا كنت بتعتبر اللي عمله فايلر يعني خيانه للنادي الاهلي ولا لا، بس اروح لكابتن وليد.